حاليا متواجدين في سينسكيب، افتتاح فيلم منزل رقم 5، فيلم تشويقي بطولة مجموعة من النجوم، اخراجي طبعا بجانب بدر بلوشي، مع استاذة زهرة خرجي، مع استاذة عبير احمد، عبد الله بهمن، محمد الحملي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب. وان شاء الله يا رب العمل يعجبكم ويحوس على راكم. احنا سوينا اللي علينا والباقي على الله، ورايكم هو اللي مهم. اخوكم فهد مصطفى.